بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا اليوم إن شاء الله موجه إلى طلاب الصف الأول ثانوي، المادة رياضيات الفصل الدراسي الأول. عنوان الدرس هو إثبات توازي مستقيمين. معكم الأستاذ معتصم الجهني، هذا الدرس من إعداد الأستاذ فايز القرني. أول ما نبدأ به إن شاء الله في هذا الدرس هو قراءة أهدافنا إن شاء الله، الذي في نهاية درسنا راح نوصل إليها. نشوف مع بعض الشباب أهداف درسنا لهذا اليوم، اللي هو لدرس إثبات توازي مستقيمين. إن شاء الله في هذا الدرس راح يكون عندي هدفين. الهدف الأول تمييز أزواج الزوايا الناتجة عن توازي مستقيمين، إن شاء الله هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أن يتم برهان توازي مستقيمين باستعمال علاقات الزوايا، باستعمال علاقات الزوايا عكس مسلمة الزاويتين المتناظرتين، عكس مسلمة الزاويتين المتناظرتين. يقول لي إذا قطع قاطع مستقيمين في مستوى وكانت الزوايا المتناظرة متطابقة، فإن المستقيمين المتوازيين، يعني إذا عندي الآن زوايا متناظرة وكانت الزوايا المتناظرة متطابقة، إذا أقول المستقيمين مش فيهم؟ متوازيين، لأنه نحن أخذنا في نظرية سابقة قال لي إيه؟ إذا كان عندك مستقيمين متوازيين إذا الزوايا المتناظرة إيه؟ متطابقة. لكن عكس النظرية إيش راح يكون؟ راح يكون الزوايا المتناظرة، إذا كان عندي زوايا متناظرة متطابقة إذا راح تكون المستقيمين اللي عندي متوازيين. شوفوا معايا الأمثلة، عندي هنا الزاوية واحد والزاوية ثلاثة، هذه زاويتين متطابقة. الزاوية أربعة والزاوية خمسة، هذه الزاوية أربعة، عفوا الزاوية أربعة والزاوية اثنين، والزاوية خمسة مع سبعة، هذه الزاوية خمسة والزاوية سبعة أيضا متطابقة، والزاوية ستة مع الزاوية ثمانية أيضا متطابقة. إذا حصلت على زوايا متناظرة متطابقة إذا راح أقدر أقول إن المستقيم A يوازي المستقيم الآخر اللي هو المستقيم B. نعيدها مرة ثانية، يعني إذا كان عندي زوايا متناظرة متطابقة أقدر أقول إن المستقيمين راح يكونوا متوازيين، اللي هو المستقيم A مع المستقيم الآخر اللي هو المستقيم B. يقول لي مسلمة التوازي، إذا علم مستقيم ونقطة، ها الشرط النقطة، النقطة لا تقع عليه، فإنه يوجد مستقيم واحد فقط يمر بتلك النقطة ويوازي المستقيم المعلوم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام يقول لك عندك مستقيم، هذا هو المستقيم اللي رسمته الآن، خلاص، وعندك هنا نقطة واحدة وهذه نقطة، لكن إيش شرط النقطة هذه؟ شرط النقطة هذه أنها لا تقع على المستقيم، صح ولا لا؟ شرط النقطة هذه أنها لا تقع على المستقيم. طيب كم مستقيم أقدر أمرره على هذه النقطة؟ مين يقدر يقول لي كم مستقيم أقدر أمرره على هذه النقطة؟ مستقيم واحد فقط، هل أقدر أمرر أكثر من مستقيم؟ مستقيم واحد فقط يمر بتلك النقطة، هذا هو المستقيم. مستقيم واحد فقط يمر بتلك النقطة. طيب ايش راح يكون العلاقة بين المستقيم الاول والثاني؟ اذا راح يكون ايه؟ يوازي المستقيم المعلوم، راح يكون يوازي المستقيم المعلوم. طيب ناخذ الان عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين خارجيا. يقول لي اذا قطع قاطع مستقيمين في مستوى ونتج عن التقاطع زاويتان متبادلة خارجيا، يعني الزاوية واحد وثلاثة هذه الاثنين خارجية، صح ولا لا؟ لكن مع انها خارجية ايضا زاويتين متبادلة، لو قلت لك هنا اثنين وستة ايش العلاقة بينهم؟ زاويتين خارجية متبادلة، اذا هذه العلاقة بينهم زاويتين خارجية متبادلة، وعليكم السلام. اذا
إذا كان أنا عندي زاويتين متبادلة خارجية متطابقتان، إذا راح تقدر تقول إنه المستقيمان V والمستقيم الآخر Q وش فيهم؟ مستقيمان متوازيان. راح تقدر تقول إنه المستقيمان متوازيان. نحن أخذنا في دروس ماضية اللي هي نظرية الزاويتان المتبادلتان، إيش كانت عكس هذه النظرية؟ إيش كانت تقول؟ إذا كان عندك مستقيمان متوازيان، إذن إيه؟ الزاويتان المتبادلتان خارجية متطابقتان. لكن لما نقول لك عكس النظرية، إيش راح يكون؟ إذا كان عندك زاويتان متبادلتان متطابقة، إذن راح يكون المستقيمان وش فيهم؟ راح يكون المستقيمان متوازيان. طيب شوف مع بعض عكس نظرية الزاويتان المتبادلتان، لكن هنا التبادل إيش راح يكون؟ تبادل داخلي، المتبادلتان داخليا. يقول لي عندك الزاوية 6 والزاوية 8، هذه الزاويتان العلاقة بينهم إيه؟ تبادل داخلي. ممتاز يا عبد الله، إذا العلاقة بين الزاوية 6 والزاوية 8 زاويتان متبادلتان داخليا. إذا كان عندي زاويتان متبادلتان داخليا متطابقتان، إذا راح تقول إن المستقيمان وش فيهم؟ راح تقول إن المستقيمان B، المستقيم الأول B مع الكيو، وش في العلاقة بينهم؟ ممتاز، إذا العلاقة بينهم متوازيان. إذا راح يكون العلاقة بين ال B وبين الكيو مستقيمان متوازيان. ممتاز، إذا العلاقة بين 6 و 8 هذه برضو قلنا متبادلة داخليا. لو قلت لك هنا 2 و 3 أيضا هذه الزاويتان راح نقول إنها متبادلة داخليا. لازم نعرف إيش يعني التبادل الداخلي. ممتاز. طيب نجي الآن هنا عكس نظرية مين؟ الزاويتان المتحالفتين. نحن أخذنا أول زاويتين متحالفتين، إيش قلنا؟ إذا كان عندي مستقيمان متوازيان، صح ولا لا؟ إذا كان عندي مستقيمان متوازيان وقطعهما قاطع، فإن الزاويتان المتحالفتان إيش راح تكون؟ متكاملتان، صح ولا لا؟ لكن هنا نجي لعكس نظرية الزاويتان، ها نجي للعكس الآن. يقول لي إذا قطع قاطع مستقيمان في مستوى، وإيش نتج عن التقاطع؟ نتج عن التقاطع زاويتان متحالفتان متكاملتان، إذا راح يكون المستقيم B والمستقيم Q وإيش فيهم؟ ممتاز يا عبد الله، إذا راح يكون المستقيم B والمستقيم Q متوازيان، إذا راح يكون B مع Q أيضا مستقيمان وإيش فيهم؟ متوازيان. إذا هذه عكس النظرية اللي أخذناها اللي هي نظرية مين؟ الزاويتان المتحالفتان. ممتاز، واضح الآن هذا يا شباب؟ أحد عنده أي سؤال في النظريات اللي أخذناها؟ يا أبرار وعبد الله. طيب ممتاز، نيجي هنا عكس نظرية القاطع العمودي. عكس نظرية القاطع العمودي، إيش تقول نظرية القاطع العمودي؟ يقول لي إذا قطع قاطع مستقيمان في مستوى وكان عموديا على كل منهما، يعني لازم يكون عندي قاطع يقطع مستقيمين في مستوى، صح ولا لا؟ قاطع يقطع مستقيمين في مستوى وكان إيه؟ عموديا، أهو شايفين عموديا على كل منهما، إذا راح يكون المستقيم B والمستقيم Q أيضا إيه؟ متوازيان. راح يكون المستقيم B والمستقيم Q مستقيمين متوازيان. ممتاز، نيجي ناخذ هنا أمثلة ونحل مع بعض. يقول لي هل يمكن إثبات أي من مستقيمات الشكل متوازية اعتمادا على المعطيات في كل مما يأتي، وإن كان أي منهم متوازي فأذكر المسلمة أو النظرية التي تبرر إجابتي. يعني لما أقول إجابتي لازم أقول يا هذه حسب هذه المسلمة أو حسب هذه النظرية، يعني لازم أقول بشيء منطقي، لازم بدليل. ممتاز، الدليل إيش راح يكون؟ يا يكون إثباتي بمسلمة يا إثباتي بنظرية. ممتاز ممتاز يا عبد الله، ممتاز. نشوف العلاقة عندي بين الزاوية 1 تطابق الزاوية 6. شوف مع بعض الزاوية 1، هذه الزاوية 1 وهذه الزاوية 6. طيب حلو،
الزاوية واحد والله على المستقيم L والزاوية ستة على المستقيم N. طيب إيش العلاقة بين الزاوية واحد والزاوية ستة يا شباب؟ مين يقدر يقول لي إيش العلاقة بين الزاوية واحد؟ ممتاز. إذا العلاقة بين الزاوية واحد والزاوية ستة إنهم متبادلتان خارجيا. إذا الزاوية واحد تطابق الزاوية ستة ليه؟ لأن الزاوية واحد والزاوية ستة متبادلتان خارجيا. طيب ما دام أنا عندي زاويتان متبادلتان خارجيا بالنسبة لأي مستقيم، قلت أنا واحد لـ L والزاوية ستة لمين؟ على المستقيم N. ها إذا إيش أقدر أقول؟ ما دام أنا عندي زاويتين متبادلة خارجيا، إيش أقدر أقول على المستقيم L و N؟ مين يقول لي؟ إيش يصير أقدر أقول على المستقيم L والمستقيم N؟ إنهم مستقيمان إيه؟ متوازيان. إذا هل استخدمت الآن النظرية عكس نظرية التبادل الخارجي ولا استعملت نظرية التبادل الخارجي؟ استخدمت العكس. ليه؟ لأنه إيش قال لي؟ أنت عندك زاويتان متطابقتان صح ولا لا؟ عندك الزاوية واحد تطابق الزاوية ستة والعلاقة بينهم تبادل خارجي. إذا هذه نسميها العكس. ليه؟ لأنه أعطاك زاويتين متطابقة وأنت أثبت أن المستقيم L والمستقيم N مستقيمان إيه؟ متوازيان. مستقيمان متوازيان. إذا أنا استعملت عكس نظرية الزاويتان المتبادلتان خارجيا. نعيدها مرة ثانية. أعطاني رقم A الزاوية واحد والزاوية ستة. قلنا يا شباب الزاوية واحد على المستقيم L، الزاوية ستة على المستقيم N. إذا العلاقة بين واحد وبين ستة هذه زاويتان متبادلتان خارجيا. إذا زي ما قلت كده زاويتان متبادلتان خارجيا لأي مستقيم، للمستقيم L والمستقيم N. طيب ما دام إنهم متبادلتان خارجيا إذا راح يكون المستقيم L و N إيش فيهم؟ متوازيان. ممتاز. راح يكون المستقيم L و N متوازيان بأي نظرية؟ بعكس نظرية الزوايتين المتبادلتان خارجيا اللي أخذناها الآن. ممتاز. نشوف مثال آخر. يقول لي الزاوية 2 والزاوية 3. قبل كذا أشوف الزاوية 2 على أي مستقيم؟ والله الزاوية 2 على المستقيم L. حلوين. الزاوية 3 على أي مستقيم؟ الزاوية 3 أيضا على المستقيم M. ها طيب ما دام الآن عرفت المستقيمات اللي عليها الزوايا، أشوف العلاقة بين الزاوية 2 والزاوية 3. ها يا شباب إيش العلاقة بين الزاوية هذه 2 والزاوية 3؟ ممتاز يا عبد الله. العلاقة بينهم زاويتان متبادلتان داخليا. إذا العلاقة بين الزاوية 2 والزاوية 3 هي زاويتان متبادلتان خارجيا. إذا لأي مستقيمين اللي حددت لكم إياهم L و M. طيب إذا أنا عندي زاويتان متبادلتان داخليا للمستقيم L والمستقيم M، إذا أنا إيش أقدر أقول العلاقة بين L و M؟ مستقيمين إيه؟ ها مستقيمان متوازيان. ممتاز. مستقيمان متوازيان. طيب أنا إيش استخدمت الآن؟ إيش اللي أثبت لي هذا الكلام؟ لازم أكون يعتمد على مسلمة أو اعتمدت على نظرية صح ولا لا؟ لازم يكون عندي دليل على هذا الكلام. وش دليلي على هذا الكلام؟ مين يقول لي وش دليلي على هذا الكلام اللي قلته الآن؟ ها يا شباب، ها يا غيداء وعبد الله وأبرار، عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين الداخلية. ممتاز. إذا الكلام الذي أنا اعتمدت عليه زي ما قال عبد الله هو بحسب عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين داخليا. ممتاز. ممتاز. طيب نشوف تدريب آخر. يقول لي إذا كانت الزاوية 2، شايفين الزاوية 2؟ هذه هي الزاوية 2. تطابق الزاوية كم؟ تطابق الزاوية 8. إذا 2 تطابق الزاوية 8. طيب فحدد المستقيمات المتوازية موضحا مسلمة أو نظرية أو النظرية المستعملة. طيب الآن الزاوية 2 هذه اللي محدد عليها الآن والزاوية 8 إيش العلاقة بينهم؟
ها يا شباب، الزاوية 2 والزاوية 8. طبعا الزاوية 2 والزاوية 8 على أي مستقيم؟ على المستقيم A وعلى المستقيم B، والذي قطعهم مين؟ المستقيم L. طيب ممتاز، إذا العلاقة زي ما قال عبد الله بين الزاوية 2 والزاوية 8 هي زاويتان إيه؟ متبادلتان داخليا بالنسبة لأي مستقيم، زي ما قلت لكم المستقيم A والمستقيم مين؟ والمستقيم بي. طيب جيت انت قلت لي كيف عرفت ان الزاوية 2 والزاوية 8 متبادلتان داخليا بالنسبة للمستقيم A و B؟ طيب شوف معايا، الزاوية 2 هذه على اي مستقيم؟ شايفين هذا المستقيم اللي هو المستقيم A. الزاوية B، عفوا الزاوية 8 على اي مستقيم؟ ايضا المستقيم مين؟ B. ها اذا عندي المستقيمان راح يكونون A و B. طيب ما دام انا عندي الان الزاوية 2 والزاوية 8 متبادلة داخليا، طيب ايش العلاقة راح تكون يا شباب على المستقيم A و B؟ راح يكون المستقيم A يوازي المستقيم مين؟ B. ليه؟ لانه انا في البداية اعطاني زاويتين متطابقة وعرفت انه الزاويتين المتطابقة هذه متبادلة داخليا، اذا النظرية اللي راح استخدمها يا شباب راح تكون نظرية عكس الزاويتان المتبادلتان داخليا. ممتاز يا عبد الله عبد الكريم، ممتاز. نعيد هذا السؤال مرة أخرى عشان نوضح ايش فكرته. أعطاك الآن زاويتين، قال لك الزاوية 2 تطابق مين؟ الزاوية 8. والله الزاوية 2 شوفوها هنا على المستقيم A، الزاوية 8 على المستقيم B. طيب ايش العلاقة بين الاثنين والثمانية؟ العلاقة بينهم تبادل داخلي، إذا العلاقة بينهم تبادل داخلي، إذا الزاوية 2 تطابق الزاوية 8 والعلاقة متبادلتان داخليا. طيب أي زاويتان قلنا متبادلتان داخليا؟ راح يكون المستقيم A والمستقيم B، إيش راح يكون العلاقة بينهم؟ راح يكون العلاقة بينهم علاقة توازي، إذا المستقيم A يوازي المستقيم B. ممتاز يا عبد الله، إذا المستقيم A راح يكون يوازي المستقيم B. طيب هذا الكلام اللي قلته الآن يعتمد على أي كلام، على أي دليل؟ هل يعتمد على مسلمة أو نظرية؟ يعتمد يا حبيبي على مسلمة مين؟ عكس نظرية الزاويتان المتبادلتان داخليا، إذا يعتمد على عكس نظرية الزاويتان المتبادلتان داخليا. أحد عنده سؤال يا شباب؟ أحد عنده أي سؤال عن هذه النقطة؟ الجميع. طيب ممتاز، نشوف هنا، إذا كان A يوازي B، يا سلام، أعطاك المستقيم A، قال لك المستقيم الأول هذا A يوازي المستقيم الثاني اللي هو B. أوجد مقياس الزاوية MRQ، أوجد مقياس الزاوية MRQ، هذه هي الزاوية MRQ اللي قياسها 5x زائدا 7. ممتاز، إذا 5x زائدا 7 يبقى يوجد مقياسها. طيب الآن عشان أوجد مقياسها ألاحظ الآن أنه عندي زاوية أخرى تتبادل معها إيه؟ داخليا، اللي هي مين؟ مين يقول لي الزاوية الأخرى اللي تتبادل معها داخليا؟ راح تكون R B N، يعني هذه الزاوية الأولى وهذه الزاوية الثانية اللي محددة باللون، شايفينها؟ خلينا أحدد لكم إياها بلون أحمر كذا عشان تكون واضحة. هذه الزاوية تتبادل مع مين؟ داخليا مع هذه الزاوية، يعني قياس M أو 5 X زائدا 7 راح يساوي مين؟ راح يساوي الآخر اللي هو كم؟ 7x ناقصا كم؟ 21. ليه؟ لأن الزاويتين هذه متطابقة. ليش متطابقة؟ لأن زاويتان متبادلتان داخليا، إذا عوض بقيمتهم، الأولى قيمتها ب 5x زائدا 7، الثانية قيمتها 7x ناقصا 21. طيب الآن كيف أحل هذه المسألة يا شباب؟ مين يقول لي الآن؟ الآن صارت عندي مسألة سهلة، كيف نحلها؟ نخلي المجاهيل في طرف وأخلي الأعداد
في طرف، صح ولا لا؟ اخلي المجاهيل في طرف واخلي الاعداد في ايه؟ في طرف. يلا نشوف مع بعض. ممتاز. هنا عندي 7x، شايفين؟ مع 5x ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي الاثنين اكس، صح ولا لا؟ لما انا 7x مع 5x يبقى 2x، السبعه زاد مكانها وسالب 21 في مكانه. طيب سالب 21 لما اوديه الطرف الاخر راح يروح باشاره موجبه، شايفين هنا سالب 21 يروح الطرف الاخر بيروح باشاره موجبه، راح يصير 21 زائدا كم؟ زائدا السبعه. 21 زائد السبعه كم يساوي؟ راح يساوي 28. طيب ممتاز، انا الان ابغى قيمه الاكس، ابغى قيمه مين؟ المجهول اللي اكس. ايش راح اسوي؟ اقسم الطرف الاول على 2، ممتاز، على 2، واقسم الطرف الثاني على 2. الاثنين بتروح مع الاثنين، راح يبقى الاكس يساوي 28 قسمه 2 وفيها كم؟ فيها 14. طيب حلو، الان هو ما طلب قيمه اكس، طلب قيمه مين؟ طلب قيمه الزاويه ام، مقياس الزاويه ام ار كيو. نعوض، يا سلام، ام ار كيو كم تساوي؟ 5x زائدا 7، 5x زائدا 7. طيب ايش اسوي الان؟ اشيل الاكس واحط قيمتها اللي هي بكم؟ اشيل الاكس واحط قيمتها، قيمه الاكس بكم؟ ها، ب 14. اذا كل اكس اشيلها واحط مكانها 14. بنشوف مع بعض، 5 في 14 زائدا 7، اذا راح تطلع عندي كم يا شباب؟ 5 في 14 زائدا 7، اذا راح يبقى عندي، ممتاز يا عبد الله، راح يطلع الجواب ب 77. اذا الجواب عندي راح يطلع ب 77، ممتاز. اعطيكم مره ثانيه فكره، عندي الان الزاويتان هذه، الزاويه 5 اكس زائد 7 والزاويه 7 اكس ناقصا 21، هذه زاويتان متبادلتان ايه؟ داخليا. ما دام كذا متبادلتان داخليا، اذا اقدر اساوي بينهم. ليش اساوي بينهم؟ عشان اوجد قيمه الاكس. اوجدنا قيمه الاكس بالطريقه الاولى، ودينا ال 5 اكس الطرف الاول، صار 7 اكس ناقصا 5 اكس بكم؟ ب 2 اكس. بعد كذا سالب 21 وديناها الطرف الاخر، صار 21 زائد 7 بكم؟ ب 28. قسمنا على 2 للطرف الاول، قسمنا على 2 للطرف الثاني، اذا قيمه الاكس طلعت عندي بكم؟ ب 14. الان ابغى اوجد مقياس الزاويه ام ار كيو. ام ار كيو بكم؟ ب 5 اكس زائد 7، 5 اكس زائد 7. طيب انا عندي قيمه الاكس ب 14، اذا اشيل كل اكس واحط قيمتها بكم؟ ب 14. 15، 5 ضرب 14 زائد 7 بيساوي كم؟ بيساوي الجواب اللي عندي ب 77. حلو، نبغى نوجد الان، يقول لي اذا كانت ام توازي الان، يعني عندي المستقيم ام يوازي المستقيم ان، فان قيمه اكس تساوي، ها ايش العلاقة بين الزاويتين هذه؟ زاويتين ايه؟ متبادلة خارجيا، صح ولا لا؟ زاويتان متبادلتان خارجيا، يا سلام، ما دام انه زاويتان متبادلتان خارجيا، إذا القيمة هذه الأولى راح تساوي مين؟ القيمة الأخرى، عشان أقدر من خلالها أستنتج قيمة مين؟ الإكس، إذا أقدر أقول 4x ناقصا 23 يساوي كم؟ 2x زائدا 17، صح ولا لا؟ الآن تخلي المجاهيل في طرف ونخلي الأعداد في طرف عشان نوجد القيمة، صح ولا لا؟ نخلي المجاهيل في طرف ونخلي الأعداد في طرف، نودي 2x الطرف الآخر ونغير الإشارة إلى إشارة سالبة، سالب 23 نوديها الطرف الثاني ونغير الإشارة إلى إشارة موجبة، صار عندي 4x ناقصا 2x بكم؟ ب 2x. 23 زائدا 17 بكم؟
ب40. طيب ممتاز، انا ابغى قيمه الاكس، ما ابغى قيمه 2 اكس، ابغى قيمه الاكس لحالها بكم. اذا اقسم الطرف الاول على 2، اقسم الطرف الثاني ايضا على كم؟ 2. اذا هنا قسمه 2 وهنا قسمه مين؟ قسمه 2. اذا الاثنين مع الاثنين راحت، و40 قسمه 2 فيها كم يا شباب؟ فيها ال20. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه ب، وراح يكون قيمة الاكس عندي بكم؟ ب20. احد عنده اي سؤال في هذا المثال يا شباب؟ احد عنده اي سؤال في هذا المثال؟ طيب ممتاز. يقول لي هنا كل درجة من درجات السلم المجاور عمودية. شايفين؟ كل درجة من درجات السلم المجاور عمودية على دعامتين الرئيسيتين. هل يمكن إثبات أن الدعامتين الرئيسيتين متوازيتان وأن جميع الدرجات متوازية؟ وضح ذلك إن كان صحيحا، ولا فأذكر السبب. يعني شوفوا معايا هنا، يقول لي كل درجة من الدرجات، هذه الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، عمودية على الدعامتين الرئيسيتين. خلاص؟ يعني هذه شايفين اللي هنا؟ عمودية على مين؟ على الدعامتين الرئيسيتين. هل أقدر أقول إنه الدعامتين هذه متوازية؟ ولا ما أقدر أقول إنه الدعامتين متوازية؟ نشوف مع بعض يا شباب. يقول لي بما أن الدعامتين الرئيسيتين عموديتين على كل درجة، يعني شوفوا عندي كل درجة عمودية على مين؟ على الدعامتين الرئيسيتين. صح ولا لا؟ شايفينها معايا؟ واضحة يا شباب؟ ممتاز. إذا كل درجة عندي عمودية على الدعامتين الرئيسيتين. إذا حسب نظرية القاطع العمودي أقدر أقول إيه؟ إنه الدعامتين الرئيسيتين وش فيها يا شباب؟ أقدر أقول إنها متوازية، لكن هذا النظرية اللي هي نظرية القاطع العمودي. نعيد المثال مرة ثانية بصيغة مبسطة. قال لك عندك هنا دعامتين رئيسيتين، أبغى أثبت إنها متوازية. كيف نثبت انها ايه؟ متوازية، وضح السبب. طيب كل منهم يا شباب الدعامتين هذه عندي انا، شايفين هذه اللي هي درجات 1 2 3، هذه الدرجات عمودية على مين؟ على مين عمودية؟ على الدعامتين، تكون زاوية قائمة. اذا عمودية على مين؟ الدعامتين. ممتاز، ما دام انها عمودية على الدعامتين اقدر انا استخدم نظرية مين؟ القاطع العمودي، نظرية القاطع العمودي. صح ولا لا؟ اذا راح اقدر اقول انه هذه الدعامتين ايش نقول عنها؟ متوازيتين ايضا. اذا هذه الدعامتين متوازيتين ايضا. طيب نجي هنا للتقويم. يقول لي اذكر بعضا من النظريات والمسلمات الذي درستها في هذا الدرس. أخذنا يا شباب عدة من النظريات والمسلمات في هذا الدرس. من النظريات اللي أخذناها أول شيء كانت عكس نظرية الزاويتان المتبادلتان داخليا، صح ولا لا؟ هذه من الدروس اللي أخذناها أو النظريات اللي أخذناها اليوم. أيضا أخذنا نظرية مين؟ عكس نظرية مين؟ يقول يا شباب معي يشارك. عكس نظرية الزاويتين المتبادلتان داخليا، صح ولا لا؟ هذه ايضا من النظريات اللي درسناها في هذا اليوم. مين يعدد معايا يا شباب؟ من النظريات اللي درسناها في هذا اليوم. نظرية مين؟ العمودي، صح ولا لا؟ الدون اخذنا مثال عليها. ممتاز، طيب مين يعطيني عدد من النظريات اليوم؟ نظرية عكس القاطع العمودي. طيب. احد يكمل لي يا شباب اللي درسناه اليوم. عكس نظرية القاطع العمودي، ها؟ من النظريات اللي درسناها في بداية هذا الدرس. عكس نظرية الزوايا المتبادلة خارجيا، ممتاز. إذا هذه أيضا من الدروس اللي من النظريات اللي أخذناها في هذا اليوم. شوفها مع بعضنا. أول شيء أخذناه هذا اليوم اللي هي عكس مسلمة الزاويتان المتناظرتين، عكس مسلمة الزاويتان المتناظرتين. بعد كذا أخذنا مسلمة التوازي، تذكرونها؟ اللي هي إنه عندي مستقيم ونقطة لا تقع عليه،
إذن هذا النقطة راح يمر بها مستقيم واحد ويكون يوازي المستقيم الآخر، صح ولا لا؟ هذه نسميها مسلمة مين؟ مسلمة التوازي، صح ولا لا؟ طيب بعد كذا أخذنا نظرية مين؟ عكس نظرية الزاويتان المتبادلتان داخليا، يعني إذا عندي زاويتان متبادلتان داخليا متطابقتين، إذا راح أقول إن المستقيم الآخرين راح يكونوا مستقيمان متوازيان، إذا راح يكون المستقيمان متوازيان، هذه النظرية اللي ما حد قالها، اللي هي عكس نظرية الزاويتان المتحالفتان، إيش كان عكس النظرية يا شباب؟ إذا كان عندي زاويتان متحالفتان متكاملتان، إذا المستقيمان وش فيهم؟ راح يكون المستقيمان متوازيان، راح يكون المستقيمان وش فيهم؟ متوازيان، وكمان أخذنا هذه النظرية اللي هي كانت عكس نظرية الزاويتان المتبادلتان خارجيا، يعني إذا كان عندي زاويتان متبادلتان خارجيا متطابقة، إذا راح يكون المستقيمان اللي على الزاويتان هذه راح يكونوا مستقيمان متوازيان. وآخر شيء أخذنا عكس نظرية مين؟ القاطع العمودي، آخر شيء أخذنا عكس نظرية القاطع العمودي. ممتاز. أحد عنده أي استفسار يا شباب عن هذا الدرس؟ إيش الفرق بين المسلمة والنظرية؟ سؤال جدا جميل. المسلمة شيء دائما أنا أؤمن بصحته، شيء صحيح دائما. ما نقبل فيه أي نقاش، قال لك مسلمة إذا هذا الشيء دائما صحيح. شفت كيف؟ مسلمة شيء دائما يكون صحيح، دائما نؤمن بصحته انه هذا الشيء صحيح. ممتاز، طيب ايش فرق بين النظرية؟ النظرية هو شيء يحتاج الى مين؟ يا سلام عليك، يعني ما فيها شك، يعني شيء تؤمن بصحته. هذا شيء صحيح، طيب النظرية؟ النظرية شيء يحتاج الى اثبات، لازم يكون عندي ايه؟ اثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.